السلام عليكم، كيف حالكم اصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بي تي سي وورلد عالم البيتكوين. فيديو جديد نتكلم فيه عن عملة لونا كلاسيك او تيرا لونا كلاسيك. طبعا اصدقائي، اخبار منتشرة كثير حاليا عن حرق عملة تيرا لونا. انا حاليا اصدقائي راح افرجيكم الاخبار وراح افرجيكم رأيي الشخصي. اما باش في فيديو اصدقائي، بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، هترك لك الرابط اسفل الفيديو. خليكم معنا لبعد الانترو. طبعا اصدقائي، خلال تصفحي للتويتر طلعت كثير اخبار عن عملية تصويت لحرق عملة تيرا كلاسيك او عملة لونا كلاسيك. طبعا تمت الموافقة على القرار بعد الفوز وتحقيق طلبات المطلوبة او تحقيق القواعد المطلوبة للموافقة على القرار. طبعا اصدقائي، تمت الموافقة على القرار ورح يبدأ حرق نسبة الحرق 1.2% في المية من كل عملية تداول او من كل عملية تبادل وتداول راح تصير على منصات، راح يتم حرق 1.2% من عملة لونا كلاسيك. طبعا عملية الحرق راح تتم مستمرة حتى عدد القطع او توتال سبلاي لعملة تيرا لونا توصل الى 10 مليار قطعة لونا كلاسيك. يعني انخفاض كبير، انخفاض ب توتال سبلاي من 6.960 تريليون الى 10 مليار فقط. طبعا 10 مليار فقط، يعني تخيلوا العملة لازم تحذف 6.896 تريليون قطعة من عملة تيرا لونا. ممكن عملية الحرق تطول فترة كبيرة جدا حتى تتم عملية الحرق هاي، لكن ما دام عملية الحرق راح تكون مستمرة فراح يصير ارتفاع بسعر عملة لونا. لكن النقطة اللي حابب اوجهها اصدقائي، انه عملة لونا الى حد الان لم يتم حرق اي قطعة. طبعا على منصة كوين ماركت كاب في عندي علامة التوثيق على العرض المتداول او على عدد القطع المطروحة للتداول. عندي علامة توثيق، يعني هذا الرقم صار ثابت وما عم يتغير. مجرد ما يتغير هذا الرقم، اشارة الصح تتحول الى علامة تعجب. طبعا لازم نشوف نقص كبير جدا في التوتال سبلاي الخاص في عملة تيرا لونا حتى نشوف ارتفاع واضح بالسعر. سعر عملة لونا اصدقائي حاليا 0.4077 او تقريبا 0.4078. اصدقائي، الحرق الى حد الان اذا ما تم الحرق بكمية مطلوبة، نحن من الصعب نخسر صفر او من الصعب نكسر صفرين، كحد اقصى من الصعب كسر صفرين. لكن في حال حرق توتال سبلاي ووصل عدد القطع الى 10 مليار، ممكن نشوف عملة لونا بسعر 1 سنت. اصدقائي، نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.